عاشقة الفن منذ الصغر، نسيمة زاير أبدعت في تطوير موهبتها في مجال الخزف الفني والفخار وفن الجرافيك والخط العربي. في أواخر التسعينات بدأ الاحتكاك والاهتمام بهذا المجال، ومن بعد قررت أنه نقوم بتربص يعني تمهين. بديت المسار تاعي ولكن لن أجد ضالتي، ما لقيتش الضالة تاعي، قررت أنه نعتمد على نفسي، وكانت المسيرة في التكوين الذاتي مع عدة انقطاعات. باحترافية فاقت عقدين من الزمن، حرصت على تكوين عشاق هذا الفن العريق بأصوله وقواعده وتقنياته. تعلمت بزاف من عندها لاغ دو فو، ومن بعد وفيغ ا مزيور اون افو نو التكوين تاعنا، اون ميم طون تعلمنا لا مانيبيولاسيون. ما كنتش كاع نعرف وشنو هو الفن الحرفي ولا الخزف والبلاط كيما تخدمو هي. بالطول تعرفت عليها، رجعت ترجمت سكالفي. أبدعت في تشكيل لمستها الفنية، خزفيات ميزها اللون الأبيض والأسود الأصيل بلمسة معاصرة صنعت تميزها.